السلام عليكم، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه سميره حديثو الطبخ والحلويات. ان شاء الله غنديروا هذا المويلو بالسيترون اللي تيجي فازك وتيجي غزال بزاف ولذيذ. نتمنى انه يعجبكم. اليوم كيف قلت لكم غنديروا واحد الكيك بالحامض. هذا الكيك عندي 120 غرام ديال الزبده دايبه، 150 غرام ديال السكر سنيده، نخلطوهم مزيان. دونك 120 غرام ديال الزبده دايبه، 150 غرام ديال السكر سنيده، دونك جوج بيضات، جوج بيضات، عندي لو زيست تاع الحامض، وعندي عصير ديال ثلاثه الحامضات، عندي معلقه تاع الخميره الحلوه، واحد خنيشه حيده ديال 7 غرام، وعندي 115 غرام ديال الدقيق، 115 غرام، سي بون. لو كيك ديالنا ها هو واجد، 10 ديال الدقائق، فوالا. دونك عندي لو مول لي مدهون بالزبدة، غادي نرشو بالدقيق، فوالا غادي نخوي فيه الكيك. شوفي شكون عزيزة، سمحولي سمحولي، الباب التليفون تي صوني، الباب تي صوني، دونك لاليرت. دونك انا دابا غادي نخشيها في الفران طيب، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. لو ديالنا ديال السيترون هو هذا، ها هو، هانتوما شوفوا، انا قطعت هذا، هانتوما شوفوا تيجي فازك فريمون ايبر بون. ومني طابت الكيكه وخرجتها من الفران، سقيتها بان سيرو ديال الحامضه ومعلقه ديال السكر سنيده، غليتهم وسقيتهم سقيتها بهم، فوالا، بصحة وراحة.